السؤال الثاني، إذا لبست الشراب على طهارة، طيب نعم، وأردت أن أغير الشراب، ما أدري كيف، وهو من شقين برضو، إذا لبست على طهارة ولا سافر نقض وضوء وأردت أن أغيره، والثاني إذا مني نقص الوضوء وأردت أن أغيره، كيف الطريقة فيها؟ طيب شكرا. يا أخي، من شرط المسح استمرار الممسوح عليه من جوارب أو من خفاف وما في حكمها، استمراره معك إلى يوم وليلة إن كنت مقيما، أو 3 أيام بلياليها إن كنت مسافرا، فإذا خلعته فإنه ينتهي المسح. لابد إذا لبسته أن تبدأ من جديد، تبدأ المدة من جديد. نعم.